السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد يا حبيبي يا رسول الله، مرحبا بكم. اسمحوا لي على التأخير، دارتها بيا الانترنت كالعادة كما على بالكم العوايد وزجت الانتخابات. هي قلت نخليكم يعني تنتخبوا بحريتكم، وفترة هكا ما نقدرش نحط فيها وانتم داهين بواحد الواجب وطني. المهم اللي انتخب ولا منتخبش، ليسونسيال كاين واحد الحدث وطنية. قلت معليش نخليهم تراب حرية. المهم الموضوع تاع اليوم، اولا قبل ذلك مرحبا بالجدد في القناة، رقم فوق الراس قناة، قناتكم قناة راهي متواضعة، قناة عزوة ولا تاع الناس البسيطة، خلاص الناس العفوية، الناس الصادقة، الناس اللي حابة تطور من نفسها وكذا. قناة ام سيفو تاع النصائح تاع المرأة تاع كل شيء. الموضوع تاع اليوم هو كيفاش نصنعوا السعادة لأنفسنا، كيفاش ندخل الفرحة لقلبي، كيفاش في شوفوا راكم تفرجوا في الفيديو هذا، صورت لكم مقتطفات من البحر ورين هذا لكم في الموضوع، لأني أنا رحت للبحر، رحت بواحد الإمكانيات بسيطة، ممكن يعني ما بسيطة بسيطة يعني مش حندخل في التفاصيل، بس إمكانيات بسيطة، وكنت في فترة تاع ضغط شوية وخدمة وكذا وما عنديش، كنت مريضة والطوموبيل تاعنا كانت السيارة يعني كان ما هيش مليحة، يعني كما احنا قدها قد روحها مسكينة قديمة، ماشي تاع مسافات طويلة وحبستنا أمبا خسرنا الدراهم. مش حابة ندخلكم في هذه الطاقة السلبية، بس حبيت نوصل لكم أنه بالرغم من كل هذا إلا أن حوسنا بواحد الوسائل بسيطة، بسيطة في السيارة، في التنقل، بسيطة في اللباس نتاعنا، بسيطة في الأكل نتاعنا، بدنا نحطو شوي فريت ولا نحطو كسكروت ولا نديرو بيري فقط ولا نديرو هكا حوايج بسيطة، بيتزا واحدة وحنا كامل ناكلوها، لاش تمش بعناش بزاف حوايج كيما هكا، فهمتوا؟ فطوري الصباح غير فنجان قهوة وشوي فريت ونخرج، يعني ماهيش هذاك البريستيج ولا بصح. حبيت نخرج، حبيت نبدل جو، هذا هو الموضوع اللي حبيت نحكي لكم عليه، لأنه الناس لو كان راعوا أنفسنا في التحواس ولا في الساعات، التحواس هذا مثال حبيت نوصل لكم، لأنه الفيديو هذا كان فيه هدرة، قادر نحطه لكم مرة أخرى بصوته الحقيقي يعني، وكنت نشرحكم على البلاصة هذه، كنت شوفوا فيها نشرح وكذا. المهم أنتم ما كنتم تفرجوا وأنا نحكي، قلت لكم كيفاش نصنعوا السعادة، مش غير في التحواس، بصفة عامة في حياتنا، بصفة عامة السعادة هذه شوفوا هي واحد التناقضات فيها، هي كلمة كبيرة ومطاطة، يعني قادر يقول لك واحد أنا سعيد بواحد الحاجة توفرت هذيك راني نكون سعيد، انت لو كنت توفر هذيك الحاجه ما دخلت لكش السعاده، ممكن السعاده دخلها لك في حاجه اخرى. دوك كل واحد كيفاه، ما نقدرش نقول لكم انا هذه كي توفر عندك انت عندنا كامل لازم نكونوا سعاده، ما كانش منها، لانه كل واحد وظروفه وكل واحد وطريقه تفكيره وطريقه اسلوب حياته والمنطقه اللي عايش فيها وامكانياته الماديه والمشاكل اللي راهو يمر بيها والحاله الصحيه نتاعو والنفسيه، يعني وش مر على حياته، كل واحد تختلف ذوق السعاده من منطقه الى اخرى ومن شخص الى اخر، وانت في حد ذاتك يعني الانسان في حد ذاته السعاده هذه تختلف من فتره عمريه الى اخرى، يعني احنا كنا صغار في الطفوله ماشي كيما درك كبرنا، كي نكبروا فترات الشباب ماشي كي نكبروا البعد كي نكونوا كهول ونكونوا شيوخ وكذا، يعني كل مرحلة عندك واحد المقومات وعندك واحد الحوايج إذا توفرت. احنا ماناش نتكلموا عن درام، نتفقوا كامل ونكونوا متفقين وانا واحدة منكم، وما نشتيش نغطي شمس بالغربال وما نشتيش نكون هذيك زعما مثالية ودبلوماسية ونهضر على القناة زعما وهدرة هكا، لا انا نحب نكون واقعية، قادر هدرتي بزاف ناس ما تحبهاش، وقادر علاه لانه صريحة، صريحة فوق الحق وما نفقش ومانيش منافقة وما نحبش الكذب، ما نكذبوش على رواحنا ونقولوا المال ماهوش ضروري والمال ما يصنعش السعادة، المال يصنع السعادة. لذلك ربي سبحانه واش قال؟ قال المال والبنون، المال والبنون، نسبق حتى على البنون، فهمتوا؟ المال والبنون، لانه البنون هذو طبعا رانا حنصرفوا عليهم حنعيشوهم حنديروهم كذا، طبعا يجوني تعال يزيدوا برزقه، يعني مانيش نتناقض
طبعا حيزيد برزقه، لانه ربي كيتسبب انت الاسباب ونوضو نخدمو ونوضو كذا، ربي حيسبب لنا الاسباب اللي حيرزقنا لولادنا ويعطينا مصدر رزق لولادنا. طبعا هذا موضوع شائك يعني مش حابه نهضر فيه. كاين اشياء قلتكم بسيطه جدا تفرحنا، تحويسه كيما هكا باقل الامكانيات، لاني لازم تلغي هذيك الشروط الكبيره كون تبعوا هذوك اللي يوروا لكم السفر وفي الطياره والبيي، ويوروا لكم هذيك اللي فاليز تاع السفر وتسوق ما قبل السفر وش جبت من السفر مشتريات، يعني تحسي روحك انت ناقصه، تحسي روحك انت مثال هذه على السفر، تحسي روحك انك انت ماكيش في هذاك المستوى اللي راك تشوفي فيه، وهذيك كل مظاهر خداعه، الواقع شيء اخر. ممكن هذو الفئه كاينين، مانيش حاله نكذب عليك، ماني كي نجي نحوس فوت على الرستورات المغلقه طبعا هذيك الفاخره الغاليه اللي نتمنوا الكل ندخلوها، يعني ما نكذبوش، بصح انا مش مستوايا، ما نجربش حتى ندخل فيها ولا نحرج نفسي ولا كيعطيني فاتوره فاتوره وقدروها مبلغ مالي كبير ما نقدرش عليه. يعني نشتي غير هذوك الرستورات والبيتزيريات تاع الفاست فود تاع عامه الشعب اللي مفتوحين لبرا، اللي نقدر نقعد حتى على برا ولا نقولوا ديري لي في ساشي وناكلها في الطريق ولا نمشي، يعني عادي سمع بسيطه. اما اذا كنت حاطه شروط وحاطه سقف كبير لحياتك او للسعاده نتاعك ماكش حتلقايها. مثال في اللباس، اللباس دوكا هنايا مثالك تشوفوا في الماركات وتشوفوا في الدنيا وتشوفوا في اللبسه الغاليه والماركه وكذا ليك ولادك وراشتك وكلش، دوكا لو كان تجي تحطي السقف هذاك تاع اللباس الغالي ماكيش رايحه تفرحي بحياتك، ماكش حتفرحي بالشيء اللي يجيبه لك راجلك ولا تشريه هديه ولا كذا. اللباس هذاك تشوف في روحك مبهدله، تشوفي في ولادك مبهدلين، تشوفي في روحك انت، وهي صح يعني صح هذيك اللباس الغالي احسن، بصح لازم توازني ما بين ما بين ما بين واش راكي تشوفي وطموحاتك وما بين الواقع نتاعك اللي كيعيشاته. اذا كنتي راضيه كي راضيه باش تجيبي السعاده لازم ترضاي هذاك الشيء، بصح مش معناها انك ما تطمحيش طموح هذيك باش تكوني عندك انت وفي نفسك انك تلبسي ديك الماركه وكل شيء، لازم يكون عندك الطموح. الطموح هي وشي، لازم تجيبي هذيك المبالغ الماليه اللي قادره تشري بها او توصلي بالمستوى هذاك. اذا كنت قادره على العمل اعملي، اذا كنت قادره توسعي من رزقك وسعي، وربي قالنا امشوا في الارض يعني روحوا في الارض، يعني امشوا في الارض هذه وخدموا وربي يرزق، ماشي قاعدين ونحلم وربي يرزقني. فهمتوا كيف؟ هذه نقطه برك. مثال المنازل، المنزل تاعي والدار تاعي ايضا ماذا بيا، نحبها تكون فيلا ونحبها تكون مثال كذا، وبالتالي اني نكون مانيش سعيده كي نشوف روحي قد قد روحي ونشوف مثال الناس كيف في فيلاتهم ولا في الـ في الـ في, الـ في, الـ في التليفون كي يتفرجوا كذا. التليفون هذا ولا هو سلاح ذو حدين، ايجابي وسلبي، ولا اللي راهم يهفوا فينا واللي راهم يكذبوا علينا واللي راهم يبينوا لنا في واحد الحوايج هكا ماناش قادرين لها باش حنا نكونوا ناقمين ناقمين على الحياة نتاعنا. وبالتالي انه هذه انك تنقم على حياتك هذه ربي ما يرضاهاش، وبالتالي انك تكون حزينة. طبعا مانيش نتكلم عن مشاكل الحياة اللي تحزننا، نحوس نفرح روحي، نفرح روحي بدويرتي، دويرتي هذيك شوفي الشطارة والفحالة تاع المرأة تخلي دارك هذيك مليحة. مثال كي تتسوقي حتشري فراش حتشري ريدوات حتشري نشرو، اكيد رانا نشرو باقل الامكانيات، بصح قادرة الذوق نتاعك الراقي هذاك يخرج لك صالون بالله يبارك. ممكن هذيك صاحبة الفيلا تكون ما عندهاش ذوق، انت عندك ذوق، ذوق وهذيك حلاوة اللسان وكي تستقبلي الضيف والصينية اللي تحطيها عادي كصينية عادي بصح فيها واحد الظرافة فيها الحلاوة، احنا عاد نتوحشوا هذيك القعدات هذيك تاع البساطة وتاع كاين دار سبحان الله مرأة تدخلي دارها تموتي بالضحك، يعودوا الدموع طايحين، تعودي ماكي شايفة لا صالون ولا سنية لكن تشربي في القهوة وتضحكي. وكاين ناس بواحد البريستيج وفوخ وزوخ تعودي هذيك القهوة تشوفي فيها حنظر تشوفي فيها سم تشوفي فيها مكان والو، تقولي وقتاش نوض ونروح يعني، تقولي غير نوض ونروح. وكاين ديار قلت لكم العكس، هنا تعرفي بلي راهي كاين واحد العقليات وكاين ناس تعرف تعيش
هذيك السعادة انك تولي تعرفي تعيشي، تعرفي كيفاش تدوره كما نقول لكم انا، تحطوه في المكان المناسب، تحطيه في امور تخلق لك سعادتك، ماشي تحطيه في امور اخرى وفي الاخير ما ترجع لكش بالسعادة. كاين الناس يصرفوا الملايين بصح ما عندهاش يعني ما ترجع لكش بالسعادة ليك ولا لولادك ولا نفسك ولا الناس، تحوس تدفع الملايين في التحواس بصح ما تعرفش تحوس. قلت لكم ما تعرفش تحوس، معناها حتى التحواس راهو فيه فن وفيه تفكير وفيه انك تشغلي مخك وتشغلي عقلك وتشغلي كذا. يعني الحياة باختصار فيها المر وفيها المشاكل وفيها كذا، بصح انتيا بعد تفكيرك بالوعي نتاعك انه كاين مشاكل، اوكي كاين مشاكل، كاين مشاكل كبيرة ما نقدرش نحلها، هذه خليها مع ربي يحلها ان شاء الله. هو وكاين امور بسيطه اللي نقدروا نتحايلوا ونقدروا نفكروا كيفاش نخرجوا منها ونبدلوها من حزن الى سعاده وكذا. السعاده هذه نسبيه قلت لكم، وسر السعاده في انك القناعه، فهمتوا سر السعاده في القناعه، ما نقول لكمش ببساطه بصح في القناعه. والله كاين ناس تعطيهم الذهب ماكله ياكلوا باللحم ما يحوسوا، بصح كاين واحد قلوبهم ماهيش سعيده. دوك واش فيتي حوسي على المصدر الاساسي، الحوايج الاسباب الاساسيه في حياتك اللي مخلياتك ماكيش سعيده، وحاولي انك تحليها بابسط الامور وتبدليها.